بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين وبعد. صمتا فما عاد الكلام يطاق، هذه الذنوب نتاجها الإخفاق. فالعقل يلهو في نعيم زائف، والروح في لجج الهوى تنساق. ما عاد يجرحنا أنين مصاب، أو عاد يفرحنا هنا الأحباب. صرنا نكيد ونصطلي من غيظنا، والأرض تغرقها بحور عذاب. فمتى نعود إلى ظلال السنة، ونلوذ بالهدي الحبيب ونقتدي، لنسطر الشرف الرفيع لأمة تاهت فضيعها الهوى بمذلة. قسما برب الكائنات، وما لنا إن لم نعد للدين غير ضياعنا، إن لم نعد للدين غير ضياعنا، إن لم نعد للدين غير ضياعنا. تصفو السماء إذا اتخذنا ديننا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله عز وجل حلقة جميلة جدا، حلقة جديدة من برنامجكم ملتقى الأحبة. اليوم بإذن الله عز وجل كما وعدنا حضراتكم في الحلقات الماضية أننا لا نلتقي في هذا البرنامج إلا بالأحبة. معي اليوم إن شئت قلت حبيبي وشيخي ومعلمي وأستاذي وكل شيء، حبيب قلبي، أشهد الله عز وجل أن حبه ملأ قلبي، فضيلة الشيخ نصير أبو الوليد. أنا لسان شيخ حبيبي، الله شرفتنا يرفع عنك الله. الزحمة حبيبي، جزاك الله خير، ربنا يرضى عنك على هذه المقدمة الجميلة. أسأل الله أن يوفقنا وإياك حبيبي، جزاك الله خير، أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياك إلى ما يحب الله عز وجل، أحبك الذي أحبتني من أجل، جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام، إن شاء الله عز وجل سنتكلم حول موضوع عظيم جدا، ولكن أستحلفكم بالله أن تسمعونا بقلوبكم قبل أذانكم. هذه كعادتي وفي كل مرة أستحلفكم بالله أن تسمعونا بقلوبكم قبل أذانكم، ألا وهو أفلح إن صدق. شيخنا الحبيب، الله يرضى عنك، ما هو سبب اختيار هذا الموضوع لهذا البرنامج؟ طيب، جزاكم الله خيرا. أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، في البداية طبعا بدء ذي بدء، وأبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأنا من هنا طبعا أتوجه بالشكر أخوي أحمد ولإدارة القناة على هذه الدعوة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان الحسنات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها قناة مباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن وفقوا وسددوا، اللهم آمين. بالنسبة لاختيار الموضوع هذا أفلح إن صدق، هذه أصلا جزء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث أصلا رواه الإمام البخاري عليه رحمة الله من حديث طلحة بن عبيد الله عليه رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، ما افترض الله عليها من الصلوات، وربنا فرض علي إيه من الصلوات؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فرض الله عليك 5 صلوات في اليوم والليلة. خمس صلوات في اليوم والليلة، اللي هي الصلاة المعروفة الخمس. تمام، الفرق. فسأل الرجل فقال: هل علي غيرهن؟ في علي غير الخمسة دول؟ قال: لا، إلا أن تطوع، أو إلا أن تتطوع. تمام. فقال: ما افترض الله علي من الصيام؟ فبين له النبي عليه الصلاة والسلام صيام شهر رمضان. قال: علي، هل علي غيرهن أو غيره، أي الصيام؟ تمام. قال: لا، إلا أن تطوع. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة، وفي رواية طبعا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شعائر الإسلام. فهنا هذا الرجل بعدما سمع هذه المقولة من النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله، خلي بالك بقى من الكلام، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. الله، يقصد الشرائع طبعا، المحرمات والواجبات، ترك المحرمات وفعل الواجبات والأركان، عشان إيه المسألة تبقى واضحة. فقال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام، وركز بقى هنا العنوان الحلقة معانا، قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. أفلح إن صدق، يعني إيه بقى أفلح إن صدق؟ يعني أي أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأمر إليه، فربط النبي عليه الصلاة والسلام الصدق بالعمل. يعني بعض الناس، أنا هضرب مثال صغير عشان يوصل لنا معنى مهم جدا، ومنها ننطلق بإذن الله عز وجل. تلاقي إنسان مثلا، أستاذ أحمد يقول مثلا، أنا بحب قيام الليل، بحب قيام الليل جدا، وأنا عارف الأحاديث والفضائل، يعني على سبيل المثال لا الحصر، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن قيام الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة، قيام الليل. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن قيام الليل هذا مطردة للداء عن الجسد، يمشي الأمراض من الجسد، سبحان الله العظيم. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن قيام الليل
مغفرة للسيئات. صراحة قيام الليل روحانيات ده موضوع تاني خالص صحيح. بس هو ان شاء الله اللي علنا نتكلم عنه باستفاضة بعد ذلك إن شاء الله. لكن انا بتكلم هنا الانسان بيقول انا بتكلم في ايه عشان ابين مسألة الصدق هنا، ان هو بيعمال يقول انا بحب قيام الليل، قيام الليل ده حاجة روعة انا، وممكن يبكي وهو بيكلمك عن قيام الليل. شفت الكلام الجميل؟ طب انت فين؟ ما بيقيمش الليل. يبقى في فرق بين اللي انا بحب الحاجه واكون انا مخلص وانا بتكلم، في فرق اللي انا اعمل ولا ما اعملش. صحيح. هنا النبي عليه الصلاه والسلام قال افلح ان صدق. صحيح. فربط النبي عليه الصلاه والسلام الصادق بالعمل، وده اللي هنبينه ان شاء الله بالامثله. ربط الصادق بالعمل، الصادق بالعمل. يعني انا دلوقتي عمله ازمه لسه قايله، انا بحب قيام الليل قوي، بحب القران قوي، وسايب القران، هاجر القران، ما بصليش قيام ليل، انا بحب الصدقه جدا ومعايا فلوس ومش بتصدق، يبقى انا اصلا كاذب في الدعاء. صحيح. حتى وان اظهرت خلاف ذلك. عذرا يا شيخ، مثلا الشخص اللي بيقول انا بحب الصلاه قيام الليل جدا والى ما ذلك من العبادات، ايه اتجاهه القلبي اللي هو خليه يقول كده وما ماشي؟ جميل جميل. سؤال جميل جدا. اتجاهه القلبي هو حب الدين، حب الله سبحانه وتعالى، وحب النبي عليه الصلاه والسلام. اي انسان يا استاذ احمد، اي انسان، وده اللي هنبينه بعد شويه، مهما بلغت ذنوبه ومعاصيه، مهما بلغ في بص انا عايز اوصلك لمرحله، إن مهما بلغ في الذنوب والمعاصي والطغيان، مهما بلغت المراه من النمص ومن التبرج، واي شيء هتتكلم معايا فيه، ما دام ان الانسان مسلم فهو بيحب ربنا، حتى وان ضعف ايمانه، ممكن ايمانه يضعف، ايه المشكله؟ احنا بشر، احنا مش ملائكه. صحيح. الانسان اللي ما بيعصيش ربنا ده تلاقيه مش هتلاقيه اصلا، عشان هنكذب الايات وهنكذب الاحاديث. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم ان تغفر جما واي عبد لك لا الم، مساله الصغائر حتى. قال عليه الصلاه والسلام الحديث، كل ابن ادم خطا وخير الخطائين التوابون. قال عليه الصلاه والسلام، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولاتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. قال عليه الصلاه والسلام، ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. متى يا رسول الله؟ قال حتى تطلع الشمس من مغربها، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فالانسان بالنسبه لسؤال حضرتك، ايه طب ايه اللي يخلي الانسان يقول كلام شبه ده؟ بيحب ربنا. الراجل قتل 99 نفس، 99 نفس، ومع ذلك سأل عن أعلم أهل الأرض. دع عنك بقى اللي هم دلوه واختروا بالأشكال وردوه للراهب اللي هو بيصلي كتير وشكله حلو والناس بتقول له يا شيخنا وكذا وكذا، ما لا، مش بالشكل، هي بالعلم. صحيح. العلم الشرعي والعلم الرصين. صحيح. العلم الذي مبني على قال الله، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. صحيح. المهم لما راح للراهب وحصل مسألة القتل وذهب للعالم، العالم أول ما راح له قال له أنا قتلت 100 نفس، ينفع توب ولا ما ينفعش توب؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ فقال له العالم نعم ومن يحول. ده قتل 100 نفس، خلي بالك، فيهم راهب وقتل 99، يعني وصل لمرحله عاليه جدا مساله الفجر. صحيح. اللي هو وازاي اصلا عايش في وسط قومه، وقومه اصلا قوم خبثاء، اللي هم يتركوا انسان يفعل كل هذا. انا قصدي ايه؟ اللي هو لما قتل وفعل ما فعل، سال ليه سال؟ هنا بقى المغزى سؤال حضرتك، ليه سال؟ علشان هو في خير. صحيح. عشان قلبه في خير. صحيح. فاي انسان مهما قلت لك بلغ في الذنوب والمعاصي والطغيان، اسرف يا راجل يا طيب، اسمع الايه دي كده. قال الله عز وجل، قل يا انا 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 انظر الى هذه الايه، هي من ارجى الايات في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم مالهم لا تقنطوا من رحمه الله. طب ليه؟ ان الله يغفر الذنوب جميعا، سبحانه تبارك وتعالى، ان الله يغفر الذنوب جميعا. وقال وناخد كمان ايه مع دي، قال الله عز وجل، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وخلي بالك الآية دي معناها من مات على الشرك. يا الله. يعني لو الإنسان يعني وقع لو في شرك وتاب، تاب الله عليه. ألم يكن كثير من الصحابة كانوا قبل إسلامهم ماذا يفعلون؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا كان يفعل؟ وغيره من الصحابة، حتى من أسلم الآن في هذا الزمان. يعني شيخ، من مات على الشرك، المقصود بالآية طبعا من مات على الشرك، لأن الإنسان لو أكفر واحد في الأرض، أكفر واحد في الأرض حالا في هذا التوقيت الذي نتكلم فيه الآن، خلاص، وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل وفي نفس، ينفع يتوب. جبتها منين أنا الكلام ده؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يعني إيه ما لم يغرغر؟ ما لم تبلغ روحه الحلقوم. يعني من الآخر، أنت شمت، أنت شمم نفسك، يعني أنت نفسك داخل وطالع دلوقتي وسمعني وواعل الكلام هنا، لو عملت إيه باللازم؟ ربنا قال، قل يا عبادي الذين أسرفوا. خلي بالك، ده ما عملش الذنب مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة ولا مية، أسرف.
ومع ذلك الله عز وجل يقول له لا تقنطوا من رحمة الله، لأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا سبحانه ولا يبالي سبحانه جل في علاه. فنرجع لسؤال حضرتك، ايه اللي بيخلي ايه اللي بيقول ايه اللي بيقول انسان ما بيصليش قبل؟ طب ايه اللي بيخليه يقول الكلام ده؟ حب الله سبحانه تبارك وتعالى وحب النبي عليه الصلاة والسلام والخير الذي في قلبي. طب حاجة تانية بقى، طب الخير اللي في قلبه ده لماذا لم ينتج عنه العمل؟ بيبقى لها تفصيلات تانية مهمة جدا، هي أهمها المعايا دلوقتي مسألة ضعف الإيمان في القلب. ما بقولش كافر، لا، ما بنكفرش حد، يعني مسألة ضعف الإيمان في القلب. ضعف الإيمان طبعا، ضعف الإيمان في القلب يعني بيخلي الإنسان هزيل. يعني احنا كنا بنقوله دايما قبل رمضان، يا جماعة اللي داخلين رمضان استعدوا قبل رمضان، كتروا من العبادات، كتروا من الطاعة. ليه؟ وكنت بقول يا جماعة احذروا الشيطان قبل رمضان. الشيطان يجي قبل رمضان يوسوس 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 يديك ضربة قاضية. كان ليه مقطع كان اسمه الضربة القاضية، كنت بتكلم فيه ان الشيطان يوم يديك ضربة قاضية. ليه بيديك ضربة قاضية؟ يخليك تعصي معصية معانا، انت اصلا مذلول للمعصية دي عشان تخش رمضان بوهن وبضعف الايمان، فتخش رمضان بقى لسه هتبدأ. وده اللي حصل في رمضان بالفعل، لسه في ناس بتشتكي اللي هو مش حاسس بطعم رمضان. مش مسألة كورونا ومسألة قفل مساجد، لا، ما ان في رمضان اللي فات ده في عز ما الظروف عاملة كده، واسأل الله ان يرفع البلاء يا رب، في ناس بفضل الله عز وجل بيوتها كانت كلها نور. صحيح. ليه بقى؟ عشان صادق. صحيح. شفت بقى، رجعنا تاني للصدق. أفلح إن صدق. أفلح إن صدق. يعني إيه إن صدق؟ وكله النبي عليه الصلاة والسلام إلى نفسي، وكله النبي عليه الصلاة والسلام إلى عملي. فالإنسان اللي بيقول أنا بحب بحب بحب، فين النتيجة؟ فين نتيجة الحب؟ فين العمل؟ لازم يكون للحب ده مقابل، هي محرك. صحيح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث النعمان بن بشير الطويل، وفيه ركز كده، طب يا أحمد في, 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 في أول الحديث وفي آخره، قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين. خلي بالك النبي بيتكلم عن الحلال والحرام، ده عنك وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. سيبها دلوقتي عشان لا يعلمهن كثير من الناس بمفهوم المخالفة، يعلمهن القليل من الناس. يعني في ناس لازم ترجع تسأل في مسألة المشتبهات دي. لكن أنا بتكلم حلال بين حرام بين، وأنا مش قادر أعمل، عارف إن الأمر ده خير وعارف جماله وعارف فضائله، ما بعملش. عارف ضرر المعصية وعارف أثرها على قلبي، وعارف إن أنا بندم بعد المعصية، وعارف إن أنا بعيط بعد المعصية، وعارف شؤم المعصية، وعارف ده كله، وبعمل المعاصي. ما سألتش نفسك السؤال هو في إيه؟ ركز بقى معايا في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين، خلاص، وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث. النبي قال إيه في آخر الحديث؟ قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الله أكبر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ما تصلي عليه يا سيدي عليه الصلاة والسلام، النبي ربط الحلال والحرام في آخر الحديث بالقلب. طب أنت ما فكرتش، أصل كلام النبي ده موزون، كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام اكتب والذي نفسي بيدي لا يخرج من هذا إلا الحق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالكلام بيبقى كلام لوزنه، كلام بوحي، كلام جامع مانع. فالنبي يتكلم عن الحلال والحرام ويتكلم عن القلب، فإذا هناك علاقة وتيدة جدا وقوية جدا بين الجوارح. للنبي قال كده، قال إذا صلحت صلح إيه؟ الجسد كله. يعني الإنسان اللي مش عارف يغض بصر عن الحرام في مشكلة معه في قلبه، لازم يعالجها، قلبه مشاكل. الإنسان اللي مش عارف يخشع في الصلاة عنده مشاكل. الإنسان اللي ما بيتدبرش القرآن عنده مشاكل. الإنسان اللي ما بيطمئنش في العبادات والذكر والطاعات عنده مشاكل. فبالتالي إيه أنا كل اللي بقوله ده ردا على تعليق حضرتك الممتاز، اللي هو طب ليه الإنسان بيقول كده أنا بحب قيام الليل وبحب وبحب وما بيعملش؟ عضلة القلب، ضعف الإيمان عنده هو اللي عامل في كده. ما بقولش كافر زي ما قلت، هو مشكلته صحابه مؤثرين عليه، البيئة اللي هو فيه مؤثر في عليه، في حاجة شغله مؤثر عليه، عارف اللي فيه مشاكل في شغله، عارف في حاجات حرام في شغله، وفي نزاع في صراع بين الدنيا والآخرة. فبيوصل لمرحلة هو مش قادر ياخد ايه الاتنشن، الانتباه، مش قادر ياخد، مش قادر يندفع بقوة لضعف الإيمان في قلبه. نرجع بقى لسؤال حضرتك الأولاني، ليه احنا بنتكلم عن الصدق؟ عشان بعد رمضان في الوقت اللي احنا فيه الناس مفكره رمضان خلص من 20 سنة، ده احنا لسه في نص شوال. صحيح. فالمساله كلها اين الصادقين؟ اين الصادقين الان؟ من الذي استمر على العباده بعد رمضان؟ من الذي استمر على القران بعد رمضان؟ صحيح. من الذي استمر على القيام بعد رمضان؟ انا ما بقولكش تبقى شيخ الاسلام وتصلي طول الليل، لا، ده بعد العشاء، بعد صلاه العشاء على قدر المستطاع. على قدر المستطاع. يا اخي الفاضل تصلي ركعه واحده، يا الله، يعني انا صليت العشاء الان
خلاص في بيتي انا وزوجتي مثلا او انا لوحدي، خلاص بعد ما اسال السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، واصلي سنه العشاء الخاصه بصلاه العشاء واصلي الوتر، صليت واحده اسمك صليت قيام ليل، صليته بثلاثه اسمك صليت قيام ليل، بخمسه بسبعه بتسعه ب 11، صلي يا سيدي صلي صلي باي حاجه، فما بربطكش انا بقيام الليل اخر الليل، الناس بتسمع القيام دماغها رايحه وده خير اللي انت تاخر الوقت، لكن انا بتكلم في العموم من بعد صلاه العشاء، لو صليت العشاء وصليت الوتر بقول هو الله احد وانت قاعد على الكرسي اسمك صليت قيام ليل ومن اهل القيام، حاجه سهله بس الموفق من وفقه الله عز وجل. فبنتكلم عن الصدق لان النبي عليه الصلاه والسلام ربط الصدق بالعمل، لما جاء رجل للنبي عليه الصلاه والسلام وقال كان غير مسلم فأسلم، فهذا الرجل دخل في أحد المعارك وجعله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الصفوف. أنا ليه بقول آخر الصفوف؟ عشان دي لها لمحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي جعله أمره بذلك جعله في 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 مؤخرة الجيش خلاص. والمهم لما انتصر المسلمون في هذه المعركة وأعطوه نصيبه من الغنيمة، الرجل لما عليه رضي الله عنه لما أخذ الغنائم جمعها قال ما هذا؟ إيه ده اللي أنتم بتدوني ده؟ قال هذا قسم قسمه لك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ما على إيه ده فأنا عاوز أروح للنبي، سامحوني بعد إذنكم نفسي أروح للنبي. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ ما أعطوه فقال له يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا قسم قسمته لك. فقال له يا رسول الله والله ما على هذا بايعتك، لا أنا مش داخل الإسلام عشان الحاجات دي. قال إنما بايعتك على أن أضرب بسهم هاهنا فيخرج منها هنا فأموت فأدخل الجنة. انظر بقى ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال أصدق الله يصدق. نعم أصدق الله يصدق. وكله إلى نفسه أصدق أنت فين الصدق، أصدق الله يصدق. فوكله النبي عليه الصلاة والسلام إلى نفسه عليه الصلاة والسلام. فذهب الرجل وهو في المؤخرة خلي بالك، فلما قامت المعركة وأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بقى عاوزك تركز معايا بقى في 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 رد الفعل للنبي عليه الصلاه والسلام، وهختم السؤال ده. انظر ماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام، ماذا فعل؟ فلما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم واتي بهذا الرجل فقال انا والله العظيم يا استاذ احمد، كل ما استحضر الحديث ده وانا بقول الحديث ده انا لا يمكن اسمع الحديث ده وانا فقال وانا ماسك معايا الكتاب ولا حاجه فقال له النبي عليه الصلاه والسلام، لا ما بتجيش معايا كده، انا حاسس بالحديث ده، انا شايف الموضوع قدام عينيا أن الرجل قد حملوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. انظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي، فقال عليه الصلاة والسلام هو إيه ده هو. أنت متخيل؟ أنا متخيل البادي لانجويتش للنبي عليه الصلاة والسلام، أنا متخيل النبي جسده كان الرياكشن بتاعه كان بيتقال إزاي، أنا متخيل المنظر. فقال هو يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام تعجب، إيه ده هو. قالوا هو. فقال اسمع بقى هنا بقى الكلام، قال عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه الله، كان صادقا فيما يقول وأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى صدقه في كلامه فيما ادعى، فوسمه النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق. وعذرنا يا شيخ ليست القضية بمن سبق، إنما القضية الله أكبر صدق. نعم والله صدقت، ليست العبرة بمن سبق ولكن العبرة إيه؟ بمن صدق. نعم صحيح. أحسنت شكرا. والله يا شيخنا أنا غلطان، يعني المفترض اللي حضرتك كنت قعدت وقدمت. لا والله استغفر كده، لا أنا أحزن من هذا الكلام، مش حزن ولكن هذا صدقا يعني والله. لا يا حبيبي لا، أنا هذا الكلام لا يرضيني. جزاكم الله خير، أنت إنسان مؤدب وأنت أحسبك على خير وأسأل الله أن ينفع بك يا حبيبي. الله يحفظك، تفضل يا حبيبي. طيب شيخنا الحبيب تاني سؤال. أنا خدامك. جزاكم الله خير. في قصة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم. عندما أراد أن يذبح ابنه الله إسماعيل الله. عليه وعلى نعم. نبينا الصلاة والسلام نعم. كيف يظهر الصدق في هذه القضية الله أو في هذا المشهد؟ نعم نعم، ده كلام مهم جدا جدا جدا. إن سيدنا إبراهيم في سورة الصفات عندنا قصة الذبح، هو مشهور جدا، يعني هو القصة من الذبيح هنا؟ هو إسماعيل. أنا لا أدري من قال أنه إسحاق، لا أدري من أين أتى بهذا الكلام، لكن الذي ذبح أو الذي أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبحه هو من إسماعيل عليه الصلاة والسلام. صحيح. انظر أنا أقول لك شيئا ثم أذكر وأجيب هذا السؤال. تمام. هل سيدنا إبراهيم، أنا سؤال ده عيب لما أسأله، بس أنا بنتناقش ده من باب المناقشة. تمام. طرح السؤال مش للاستفهام، انا بسال السؤال ده لغرض معين. تمام. لكن هذا السؤال في اصلي ما ينفعش اساله، عشان ده ابو الانبياء ابراهيم عليه الصلاه والسلام، لكن انا اطرحه الان لاصل لمغزى معين. تمام. هل سيدنا ابراهيم صادق ولا مش صادق؟ صادق، ده ابو الصدق.
عليه الصلاة والسلام بعد النبي عليه الصلاة، هو أبا الأنبياء، أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو الرجل الثاني في هذه الأمة بعد النبي في هذه الدنيا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأنبياء. خلاص إبراهيم عليه الصلاة والسلام صادق صادق صادق، ومواقفه بفضل الله عز وجل عامرة بفضل الله. لكن الله اسمع بقى، هنا بقى الحتة اللي انت سألتني فيها، الله عز وجل لم ينادي إبراهيم بالصدق إلا بعد العمل. يا الله. احنا بنقولنا ان الصدق مرتبط بالعمل. نعيد الكلام تاني. الله عز وجل لم ينادي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالصادق أو بالصدق إلا بعد العمل. الله أكبر. جبناها منين دي بقى؟ قال الله عز وجل فلما بلغ معه السعي، من؟ إسماعيل. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لفتة هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يخير إسماعيل حتى لا يأتي للذهن إيه ده وسيدنا إبراهيم بيخيره في أمر الله، لا، وإنما أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمة كما سيأتي الكلام، أراد أن يخرج من قلب إسماعيل أشياء حتى يرى الله سبحانه وتعالى ما في قلبي. كأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول له ماذا سيرى الله من قلبك، يا الله ماذا سيرى أبوك من قلبك، ولم يخيره. والدليل على ذلك رواية الإمام الكسائي، وهذه أصلا رواية متواترة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ قال في سورة الصفات فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أري في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تري، فانظر ماذا تري، هكذا قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وقتها طبعا عندنا في رواية الإمام الكسائي عليه رحمة الله، فانظر ماذا إيه؟ تري. فدي بتشيل عندك إشكال اللي هو خياره، لا، وإنما أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يشارك ابنه في الخير، أن يشاركه في شاركني في الأجر أنا، يعني كأن إبراهيم يقول أنا مش هاخد الثواب لوحدي، أنت ابني وهتشاركني في الخير اللي أنا فيه. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر. هذه دلالة على فهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، علم أن رؤيا الأنبياء وحي، فقال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما قالش أنا بس اذبحني كده وأنا هبقى معاك كويس، لا، استثنى إسماعيل. إحنا بنستثنى، إحنا لماذا لم نستثني نحن؟ أنا نفسي أفهم، إحنا مطمنين لنفسنا اللي بالطريقة دي؟ إذ كان إسماعيل يقول لأبيه إن شاء الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله العظيم. فلما أسلم، هنا بقى الشاهد اللي حضرتك تريده، فلما أسلم، يعني أسلم الاثنين استسلموا لأمر الله سبحانه وجل في علاه، استسلموا. فلما أسلم وتله للجبين، نيموا على جنبه، وأتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالسكين، تخيل المشهد، وأتى بالسكين واذبح. فلما أسلم وتله للجبين واذبح، ويجيب السكينة واذبح، والسكينة ما تذبحش. الله في إيه؟ اذبح. صادق إبراهيم بيده، لم يأمره ربه سبحانه تبارك وتعالى أن يأمر أحدا أن يقتله، أو أن يقتله وهو صغير، أو أن يلقيه من مكان مرتفع، بل اذبحه بيدك. دلالة على اختبار، ما أنا لسه سيأتي الكلام، اختبار شديد جدا. فلما أسلم ويأتي بالسكين ويذبح، ما فيش ذبح، اذبح ما فيش ذبح. ده في دلالة يا أستاذ أحمد، في دلالة على أمور. الأمر الأولاني في دلالة إن السبب نفسه لا يأتي بالثمر إلا من عند الله. صحيح. يعني أنا إنسان، أنا الآن أتوقع للكورونا، طبعاً أنا عشان في الحلقة مش لابس الماسك، أنا لابس الماسك ومعايا الكحول ومعايا حاجتي الخاصة بيا من مسألة الوقاية. تمام. خلاص طيب، يبقى أنا الأسباب اللي أنا باخدها دي من باب اللي أنا إيه؟ تداوى عباد الله ولا تداوى بحرب. ومعنى مش معنى اللي أنا أخدت بالأسباب الوقاية دي اللي أنا ممكن لم أصاب، لا، يبقى الأسباب. أنا بقول كده ليه؟ عشان الناس ما تتعلقش بالأسباب، خد بالسبب. إحنا بنأخذ بالأسباب، خد بالأسباب، لكن لا تعلق قلبك بالسبب، لأن هن السكينة سبب للذبح ولم تنبح، النار سبب للإحراق ودخلها إبراهيم ولم يحرق، فإذبح لم يذبح، إذبح لم يذبح. وهنا نادى الله عز وجل على إبراهيم بالصادق، هنا العمل، وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يا الله. فنادى الله عز وجل عليه بالصدق متى يا احمد؟ بعد العمل. إذن الصدق مرتبط بالعمل كما بينا بفضل الله. جزاكم الله خيرا حبيبي. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، نطلع فاصل بسيط جدا ونعود لحضراتكم مره اخرى. السلام عليكم. مشاهدينا الكرام، احييكم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هل علينا ضيف حبيبي؟ مش رمضان عشان هو، هل علينا ضيف؟ فضيلة الأخ الفاضل عبد الرحمن حامد، كيف الحال؟
الحمد لله. من مين يا ولد؟ من قرية النويرة، محافظة بني سويف، مركز إهنسي. ما شاء الله تبارك الله. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ 15 جزء. ما شاء الله، ربنا يبارك، ربنا يبارك فيك يا رب. ما شاء الله. كم سنة؟ 14 سنة. جزاكم الله خير. ربنا يبارك في عمرك يا رب. ما شاء الله، ربنا يبارك في عمرك. طيب تعالوا بنا نسمع ابننا الغالي عبد الرحمن. سمعنا يا عبيدة سورة الشعراء. تمام، أولها كده توكل على الله. المايك، امسك المايك. أورك. تفضل، توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. إن في ذلك لآية أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله. الجميل عبد الرحمن، ربنا يبارك يا رب. يا رب بارك يا رب. ما شاء الله، اسال الله ان يوفقك. تجويده جميل وقراءته طيبه. ما شاء الله، حكم منضبط. ربنا ما شاء الله. طب اسال الله ان يحفظك يا ابني يا رب، ويرفع قدرك، ويجعلني واياك من اهل القران. امين يا رب. ما شاء الله تبارك الله، موفق مسدد يا عم. شرفتنا. وانا اتشرفت طبعا، انا اعلنها صراحه، انا فرحان جدا والله العظيم. ربي يبارك، ربنا يحفظك يا ابني ويسددك ويجعلك من اهل القران. بس اشتغل بقى نفسك وخلص بقى القران كله ان شاء الله. ان شاء الله. وربنا يجعلك مستقبل باهر باذن الله، وتنفع الناس ان شاء الله. ان شاء الله. شيخنا الحبيب، وصية طيبة كده للأباء والأولياء الأمور أن يربوا أولادهم على هذا. والله أنت جيت على الوجع والله العظيم. هي مسألة الأبناء، تربية الأبناء نفسها أصلا محتاجة صدق أيضا، يعني حتى لو ربطناها ممكن نربطها متعلقة بقضية مسألة الصدق. بعض الناس يا أحمد بيظن أن تربية الأبناء دي أمر سهل. لا، ليس اللي احنا انا ممكن قبل الجواز والاولاد وكنا كلنا مفكر الموضوع ماشي، اقرا لي كتابين في موضوع التربيه وعلى محاضرات. لا، طلع موضوع شديد جدا. فانا عبد الرحمن جزاه الله خير، هيكون الكلام ده ان شاء الله في ميزان حسناته يعني. امين يا رب. والمساله كلها بنقول الاب لكل اب وكل ام. هقول لكم بعض الاحاديث او صور سريعه جدا، وانت بعد كده انت تختار كما شئت. تمام. النبي عليه الصلاه والسلام بين ان يوم القيامه في ناس هتبقى واقفه كده، مره هيلبسوا تاج اسمه تاج الوقار. الله، تاج الوقار. عشان ان شاء الله بقى ايه، اسال الله ان يرحم الوالدين عبد الرحمن، وان شاء الله تكون انت سبب في ذلك باذن الله عز وجل. تاج الوقار ايه ده؟ فالراجل بيسال، وانا منين، من جالب مين الموضوع ده؟ جالب مين الامر ده؟ فيقولون هذا بحفظ ولدك القران. سامع عبد الرحمن؟ هذا بحفظ ايه؟ ولدك القران. يعني ابنك لما حفظ القران الاب والام يتكرموا يوم القيامة. انت عاوز ايه تاني اكتر من كده؟ طب خد الحديث ده كمان. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا احنا عارفين ان الجنة دي درجات. فالراجل اعماله كلها اللي عملها في حياته، مثلا يعني فور اكزامبل، امثال يعني، اللي هو ممكن في الدرجة ال 30 مثلا، الدرجة ال 35 مثلا يعني.
فالراجل يفاجئ يلاقي نفسه فوق في الدرجه ال 80، يلاقي نفسه في الفردوس الاعلى، فالراجل بيسال وانا وصلت ازاي للمرحله دي؟ بينتقل من درجه الى اخرى ومش بيرتفع يرتفع. فلما سال هذا الرجل فاتته الاجابه، قالوا هذا باستغفار ولدك لك. الله اكبر، هذا باستغفار ولدك لك. ابنك ما سابكش، ابنك صالح، ابنك اللي انت ربيته وتعبت شويه في التربيه معاه. الموضوع زي ما قلت لحضرتك مش موضوع مش سهل، صحيح. موضوع محتاج وقت ومحتاج توفيق من الله عز وجل ومحتاج نشأ من الصغر. يعني صحيح. عبد الرحمن ما بتقوليش حافظ 15 جزء من القران وقاعد بيلعب بلاي ستيشن مثلا. لا اكيد ضحى بوقته، اكيد صحيح. حرم نفسه من اللعب، حرم نفسه من الخروجات، وكلنا كده يعني. في اي حد تلاقيه مثلا برز في القران، برز في علم شرع او شيء، تلاقيه هو غيره يعني حرم نفسه كتير بحيث انه يوصل لمرحله طيبه شبه دي. فانا بقول اللي هذا باستغفار ولدك لك. فتربيه الابناء محتاجه صبر ومحتاجه وقت. في نفس الصوره المقابله دي احنا بنقوله طبعا الولد الصالح عمل ايه في ابوه وامه، في نفس المشكله الكبيره ان الولد الطالح يضر اباه. يعني الولد الصالح احنا فرحانين وشفنا الاحاديث وجميل والله، المشكله شيخنا معظم الاباء بينظروا الى ابنائهم بمنطلق الدنيوي، يعني اطلع هات اشتغل، اطلع كذا، الى من ذلك من هذه الامور. اطلع اشتغل بس انا اهم حاجه عندي اامن مستقبل ابن الاخروي. صحيح، مفيش مشكله. اوعى برضه، انا عاوز مشاهدينا الكرام ما يظنش حد فيهم اللي سامعني دلوقتي احنا مش متكلم بالمنطلق الكلي. احنا مثلا ايه بفرغ له وقته كله للشغل والى ما انا اخشى، انا عاوز اقول كلمه اخشى ان ممكن حد ياخدها عليا، لكن هذه كلمه لها وزن بفضل الله عز وجل. في اصبح التعليم عند بعض الناس الان كاله. يعني ممكن ولد لم يصلي الفجر، الاب ربنا يهديه بقى خلاص بقى احنا معلش، لكن لو ما راحش الدرس مثلا ممكن يحصل مصيبه في البيت. صحيح. لو الولد ما صلاش معلش بقى يعني الدنيا يسر يا شيخ، ما انا عارف ان الدنيا يسر، لكن انت هتتسال. صحيح. ما انا عارف ان الدنيا يسر، لكن انت رقبتك فين؟ بس مش كده تسيب الصلاه. انت رقبتك فين؟ لكن الولد لو جاب مجموع وحش سيء مثلا، انا اسف كلمه وحش، جاب مجموع سيء او مثلا ما كبر دماغه موضوع الصلاه، لما تشوف الردود الفعل لما راحش درس يقول لك انا بصرف وانا اشتغل طول النهار وحارب نفسي من الاكل والشرب عشان انت مثلا ما تروح، وغضب غير عادي لما الولد ما راحش ما يتعلمش او شيء. لكن مش مدعاه من كلام اللي احنا نسيب ابنائنا، لا. ام انس بن مالك رضي الله عنها امراه حصيفه ذكيه جدا، اتت بانس بن مالك الى النبي عليه الصلاه والسلام فقالت له يا رسول الله هذا خويدمك انس، لا ده خدامك، ده بتطمع في دعوه النبي، والنبي دعاه له بالبركه عليه في العمر. فكان انس اكثر من اطول الصحابه عمرا، وكان له بركه في عمره وفي نسله رضي الله عنه. الشاهد من كده ان تربيه الابناء بتحتاج لصبر. لذلك انا لا محدش يزعل من كلامي، بس التساهل الغير عادي، انا اسف، التساهل الغير عادي في موضوع النت. صحيح. تساهل غير عادي، يعني ايه يا مولانا بقى النت حرام؟ انت كده حرمت علينا الدنيا. انا قلت النت حرام؟ لا، ما قلتش النت حرام. النت ده زيه زي الموبايل، زيه زي اللي انت تتفرج عليه زي التلفزيون بالظبط. حلال وحلال وحرام وحرام. صحيح. حسب صحيح. الاستخدام. صحيح. لو استخدمته فيما يرضي الله عز وجل خلاص الموضوع بقت حلال ومفيش مشكله، استخدمته في معصيه الله عز وجل. لكن شتان بين طبعا. فدلوقتي لما تلاقي اولاد صغيرين في مواقع اباحيه، واولاد صغيره مواقع اباحيه، شات بين الاولاد والشباب وصور وكذا وكذا، يسهر طول الليل على العاب، والعاب فيها دلوقتي العاب فيها اصلا مشاكل شرعيه اصلا، نسال الله العفو والعافيه. والاب يتساهل مساله البنات ولبس البنات، ما ده هنعمله فيهم ايه؟ ما دول مين؟ ما اختي وبنتي وزوجتي وامي. فالموضوع كلها مساله الاولاد يا احمد، ده موضوع بصراحه محتاج كلام كتير. طيب. لكن هو ملخصه تربيه الابناء ايضا تحتاج الى صدق، محتاج استمرار مع الولد. كان احد الصالحين، ولعلي اختم بهذا المثال، يعني كان ياتي بابنه الصغير. بص عبد الرحمن بيقول له ايه بقى؟ قال ياتي بالولد الصغير وبيربي فيه معاني معينه، فقال يا بني قل معي، قول ورايا، الله ناظري، الله سامعي، الله مطلع علي، قول يا ابني كمان قول. فالولد صغير ممكن مش فاهم الكلام، ويكرر المعاني دي للولد الصغير، ها، يا الله سامعي، الله ناظري، الله مطلع علي، الله سامعي، الله ناظري، الله مطلع علي. بعد كده يبدا يفهم الولد، بعد ما حفظ الولد الكلام يبدا يفهمه يعني ايه الله سامعي،
يعني الله يسمع كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، فيبدأ يربي في الولد مسألة المراقبة، يبدأ يربي فيه مسألة المراقبة، الله ناظري. فالولد بعد كده لما يقول لك ما انا مش هدخن قدام الوالد، هدخن في مكان تاني، لا، هيعلم ان الله، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اتق الله حيثما كنت الى اخره. فالمساله بصراحه تربيه الاولاد محتاجه شده، محتاجه اهتمام اصلا، والاباء والامهات يتساهلوا تساهل غير عادي مساله التربيه. واذكر الاب والام بقول النبي عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جزاكم الله خير شيخنا الحبيب. نختم بانشودة صغيرة جدا من أخينا، تفضل شيء عذرا. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ يكبر قدرك عند الله. ربنا يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. جزاكم الله تحتنا، جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، نلتقي بحضراتكم في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.